هلا رح نوقف على ابرز ما تناولته هذه الصحف والصوره السياسيه بشكل عام مع ضيفنا اللي رح ينضم لنا هلا عبر تطبيق زوم، الصحفي الزميل حسان الحسن. صباح الخير. صباح النور. يعطيك الف عافيه حسان، مثل دايما هيك بتحط النقاط على الحروف توضعنا بصوره التطورات. خليني ابدا من سؤال طرحته الجمهوريه، ماذا يعني غياب رئيسي عن المشهد الايراني؟ هلا اليوم واضح حتى قبل اعلان وفاة الرئيس الايراني، اعلن مرشد الجمهورية الاسلامية الامام الخامنئي انه لا، ما في خوف على الدولة الايرانية، الدولة الايرانية مستمرة. فورا مجرد غيابه وحتى يعني ما قبل اعلان استشهاده او وفاته، دغري تم تعيين نائبه، ونائب وتم تعيين كمان قائم بعمل مكان وزير الخارجية. فده إيران مستمر، لأنه يمكن الدستور يكون هو يعني في مادة واضحة 131 أنه 100% النائب الأول، 100%. بس يكون في وضوح بالدستور ومش كل واحد بفسره على ذوقه، بتقوم الأمور بطريقة صحيحة. طبعا دولة، هلا إيران آخر شيء اليوم دولة كبيرة وعندها هرمية دستورية، وفي مرشد الجمهورية وحرس ثوري والى اخره، يعني غير ما الاشخاص ما اظن انه هي يعني لها تاثير كثير كبير بمجرى الحياة السياسية والسياسة الدولية الإيرانية، ما اظن هيك. هلا طبعا يمكن كل رئيس له بصمة معينة، ممكن يكون طبيعي. بمكان معين، اكيد ما فينا نستخف بحدا يعني، بس انه عم نحكي كجمهورية، كدولة، دولة بتستمر مثل الدول، مثل اي دولة عظمى، مثل اي دولة قوية بالعالم، بيروح رئيس بيجي رئيس، ما يعني ما بيصير أزمة بس دستورية عنده البعض يعني رئاسية. يرى، وبنا عنوان النهار اليوم، أنه غياب رئيسي ينذر بصراع على السلطة بإيران. ما بل يعني بنتذكر نحن، هذا أنا مش دفاعا عن إيران، ولكن بموضوعي بقراءة هادئة جدا من 2009 ونحن بنقرأ إنه في حيصير في مشاكل وانقسام مشاكل وحرب، داخلية وفي ال مش يعني عم نحكي بالشأن الانتخابي، غير صح قديما الاغتيالات وما يسمى بمجاهدي خلق وغيره، يعني اللي داروهم للتخريب بإيران. وأيضا اجتنا شيء مشابه للي صار بلبنان، ثورة الان جي اوز بالعراق وبإيران بمكان معين، اللي بدهم الحرية، هيدي قصة الحرية اللي بلشت بليبيا بتعدد الزوجات، يعني أول ما أفرغت هذه الثورة المفاهيم الجديدة الثورجية كان منع تعدد الزوجات، فذهبوا لتعدد الزوجات ومنع الزواج المدني بتونس مثلا، شو هيك كانت فبعتذر منك على التعبير، ما هالثورة، هالثورة كانت عندها أبعاد جنسية، يعني يبدو بعتذر على التعبير، بس هيك الواقع. فكمان إيران تعرضت لثورة مماثلة، ثورة الان جي اوز يعني بالعراق، حرضوهم قبل الثوار الكبار عندنا بلبنان، اللي هن قاطعين الطرق يعني والشتامين. فرغم كل هالشيء ما تاثرت ايران، وبقيت ومستمره، والعمليه السياسيه فيها بتنتقل، بصير في انتخابات، بيتغير رئيس، بيتم تعيين وزير خارجيه جديد، دوله مؤسسات، ما في اي اشكال فيها يعني بهالموضوع. بس كمان اكيد يعني بإطار مع التحليل، انه خساره، رغم الخساره الكبيره اللي أكيد اليوم يعني منيت فيها ايران، حقيقة يعني بفقدانها لقاضي كبار ولهم دور، يعني ما ننسى الوزير الخارجية، أمير عبد يعني اللهيان شو دوره قبل ما يكون وزير خارجية، صحيح. حسين أمير عبد اللهيان كيف يعني ناشط ودبلوماسي محترف، يعني طبعا أكيد يعني في خسارة كثير كبيرة، ولكن دولة طب بتكمل. هل من علاقة يعني كمان بإطار التحليلات والقراءات والقصص اللي سمعناها من أول لحظة وقوع الطيارة، يعني من أول لحظة بعد ما عرفنا مصير هؤلاء الأشخاص وبلشت التحليلات بإطار أنه رئيسي كان أقرب لفكرة السلام من غيره والمفاوضات اللي كانت جارية كمان ويقودها وزير الخارجية كمان، يعني طرحت أكثر من علامة استفهام ممكن بالسياسة يكون الموضوع، إلى حد إجا الجواب أنه خطأ فني وتقني بالطائرة، بس أنه يصح هذا التساؤل؟ هلا اليوم بتعرفي نحن يمكن اذا عندنا 6 ملايين لبناني بيفتكر بيطلعوا 6 ملايين ليك محلل، ما بس كيف نظلم، هم مش كلهم لبنانية، مواعيد التواصل يعني بتحوي يعني عم الجميع. نحكي هلا يعني عم نحكي هذا هون، اذا ما خملتيني كمل، اذا ما حكينا بالمحيط يعني حتى. طيب السؤال اللي بينسأل،
ممكن بهيك طقس وبهيك جو ما يصير حادث؟ احتمال، انا ما عندي معطيات، يمكن يكون حادث انه ليش مفتعل ما بعرف. الطيارتين الباقيتين انه ما تعرضت لهذا والله الحادث صعب، يعني. ليش ايام، ليش ايام سياره بتنتزع والثانيه لا؟ 100% طيب اكيد. ما هي قطعه يعني، من هي هذه قطعه ميكانيك صح ولا لا؟ ميكانيك طيران عم نحكي، احتمال كثير كبير انه تكون عملت حادث. هلا بتعرف ان احنا عندنا كل حادث كان ممكن يصير بالزمن، حادث العماد النجام قالوا مفتعل، مش صحيح، كل العالم بيعرف، ولاد الضيعه البسطاء اللي كانوا قاعدين يعني مزارعين بضيعه ايوطه بيقولوا لك وقتها انه فعلا كان في غايم كثير والطياره فاتت بالجبل مطرح ما موجود. صح يعني هذا اجهزه الارسال تابعه لتلفزيون لبنان، صح فهذا كانت اخبار مش صحيحه يعني. دائما احنا بنستبق، برضو انا قاعد هلا دائما هون بنروح بلبنان، لنظرية المؤامرة المؤامره ولحياكة ال ما يعني بن فيها، انا ما بن فيها، بس انا قاعد ببيروت ما راح اقدر اعرف شو عم بس بيصير تعرف اكيد ليش يا حسان؟ باذربيجان. لأهمية الرجلين يعني أقله، لأنه الملفات اللي ماسكته إيران دورة، وخاصة هلأ بحرب غزة يعني، مشان هيك بتكتر التحليلات ودائما التساؤلات تجوز، ولكن مش بإطار الجزم يعني. يعني ما بعرف انه ذلك عنده حصانه من الموت يعني، ما كيف الحديث ما مية فهمت بالمية شو. هلأ ما طيب بعد بيموتوا يعني شو؟ يعني شو رح يصير برأيك؟ كنت عم بتقول انه الدولة بتكفي والقرارات بتكفي، وب 28 حزيران اصلا رح يكون في انتخابات، لانه الدستور هيك بيقول 50 يوم، مش الى ما لا نهاية، ويمكن ان شاء الله نتعظ وهيدا الشيء ينسحب علينا بلبنان، وما نروح سنة وسنتين وثلاثة لنتفق ونقعد ننتخب رئيس. خليني انتقل للبنان والداخل، ملف الرئاسي رجع يتحرك مع تحرك اللجنة الخماسية أو ما في شيء؟ ملف الرئاسة ما أظن إنه عم تحرك اللجنة الخماسية، بس مش ملف الرئاسة، اللجنة الخماسية عم تحرك ملف الرئاسة جامد. معلش بدي صحح زميلتي العزيزة ناتالي، لا مش عم يتحرك، مش صحيح، أبداً، بس حركة بلا حركة نحن بيتحركوا بس. الخماسية من دون بركة ومن دون نتائج يعني. لا في يعني حرام ما بنقول بلا بركة، يعني يجربوا انه يضل هاللجنة عايشة، بس اللي صاير يعني الملف ثابت هن بيدوروا حول منه، فما ما في شيء، اكيد ما في شيء. ما الدليل، اكبر دليل لا تغير الشروط، احنا مش عم نيأس اللبنانيين بس بدنا نحكي بواقعيه، لا تغير الشروط ولا تغيروا المرشحين ولا اتفقوا على حوار مثلا معين، وفي ناس رفض الحوار قبل يمكن مكان معين، انه اذا حوار كل قبل الانتخابات الرئاسيه كمان وجهه نظر مزبوطه يعني. طب ما فينا أنا نكرس عم بتكل على ما قرأته بالصحف يعني، بتقول ما بس الجمهورية الأيام المقبلة ستشهد حراكا مكثفا بقصة اللجنة وال شو بيقولوا كمان، شو بيقولوا كمان ايه انه 100% هو بنعتمد على العن اللبنانيين، 100% اذا اللبنانيين ما اذا القرار قرروا عند هلا بعضهم اللبنانيين اذا بالاتفاق. متمسكين، ما هو الدليل اذا متمسكين بعدنا بنفس المرشحين، مع احترامنا انا مش عم انتقص منهم، بس معناتها عم نجرب نوصف الواقع انه ما تغيرت الصوره، بعدنا بمحلنا. فاذا طب اذا كل الشروط بعدها زيتها وبعد المرشحين نفسهم وما في حدا عم يتنازل، كيف بدها تكون في رئاسه يعني؟ ما فهمت هلا بصير شيء متغير احنا ما شايفينه. ما بعرف، هذا صرنا نحن شوي هون صرنا اكثر من بعدنا عن التحليل، فتنا يمكن بعالم التوقعات، ما بعرف ليك أوقات عم تزبط التوقعات يعني. ها ما انا شغلتي صراحه، انا ما بفهم فيها. طيب خلينا نروح لملف كمان آخر، وإذا بدنا كان نجم امبارح وزير خارجيتنا عبد الله أبو حبيب اللي استدعى أكيد ممثل المفوضية، و نتيجة الرسالة اللي وجهتها بشكل قاسي لوزارة الداخلية، يعني شو فينا نقول هون؟ في قرار حاسم يعني، وخلينا نذكر أنه وزير الخارجية آنذاك بال2018 تصرف أكثر من هيك، اللي كان جبران باسيل مع UNHCR تحديدا منع التدخل بالسيادة اللبنانية، وتصرف كأنه هيك تسرح وتمرح تخاطب الوزراء كيف ما كان. يعني معلش إذا أنا صح النوم، معلش صح النوم يا سيدنا الكريم، هيك طرق معالجة أنا يعني ما بعرف إنه بتشوف. طيب ليش لليوم؟ أنا ما راح أكون أكثر من أي دولة أوروبية، دول أوروبية إذا راح لجأ سياسي لهونيك مين بيستقبله؟ الدولة أو المنظمات الإنسانية؟ ما بيصير له ملف أمني وقانوني بالبلد قبل؟
مش الدولة بتتكلم في الأجهزة المختصة الأمنية خليها والشرطة تسلم بهذا الموضوع؟ الداتا اليو ان اتش سي ار للدوله بالاول لتعرف الدوله تتبع هؤلاء ما لا ما النازحين. هي الدولة كانت المفروض هي اللي تعمل هالعمل وهي تحول بعدين على المنظمات، مش العكس. نحن عندنا المنظمات هي اللي فتحت لهم ملفات وصارت الداتا عندهم، الدولة تاخذ الداتا من المنظمات. طب هذا شو ايه تحت يعني حجة هذا التفصيل او حمايتهم، شو؟ تحت حجة حمايتهم. حمايتهم الدولة، ما الدولة بتحميهم، مين بده يحميهم؟ مين بيحمي لا مين ما قال في بيحمي؟ انقسام، يعني الدولة كمان فيها حزب الله، هناك خوف من حزب الله بأذية هؤلاء خاصة بفترة الأولى سياسيا. تعرف هالخبوصة ايه اللي بيعطوك إياها، يعني الحجج اللي ما شو بعرف الحديث؟ مين. حزب الله فتح شو مخيم اذا ناسحين؟ ليش قديش في مناطق ناسحين؟ شو الحديث هذا؟ مش يعني عيب، عيب عن جد هالكلام. عيب. ايه ايه اللي صار لك ما بصير دولة تستنى لليوم، يعني هذا الشيء مش مزبوط. الشغلة الثانية، نحن دائما انا ابن مدرسة سياسية، بعز عز عز الخصومة مع سوريا كنا ننظر فيما بعد للمستقبل، للمستقبل، لانه نحن بالنهاية ما عندنا حدود للعالم غير سوريا، مطوقتنا من كل الجهات حدوديا جارتنا وجغرافيا، الوحيدة اللي بنقدر في نتعاطى روابط، معها. روابط أخ روابط قربة مش من عندي انا الحقيقة. ثلاث ارباع العائلات اللبنانية لا يا اصولها سوريه، يا انه في في يعني مصاهرات وقربه مع سوريا. لذلك نحن كمان التصرفات اللي صارت مؤخرا بالشكل مش مقبوله. طيب ليش اليوم لحتى وزير الداخليه يبعث الاجهزه الامنيه فورا سكروا المحلات؟ طب طيب من منيح كم سنه، من كم ميوفو سنه، سالتو جامي انه من كم سنه كنتوا تعملوا احصاءات قديش في محلات؟ مين اني حطوهم بالصوره انه انتم ما فيكم تعطوا هون الى ما الى ما لا نهايه؟ اليوم اللي شاري عدي وشاري غراض المفروض على القليل بعد ما حملناه 13 سنه كان المفروض نعطيه مهله على القليل شي شهرين، صح ولا لا؟ لانه ليش؟ مشان ما تاسس. لا يعني انا عم احكي، لأنه انا دائما اعتبره بنظر حق لبعيد. طبيعي، إذا الدولة تركته ما فيها تفيق عليه فجأة 100%. هذا هو اللي عم نقوله. طيب اليوم روحوا قولوا لهم، اكيد انا لبناني قبل ما اقول لا اله الا الله علنا، في اكثر من هيك؟ قبل ما اقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، انا لبناني. بس في شغله انه ما كمان تركتوا لهم المجال وفتحوا محلات واشتروا عده واشتروا اغراض، فجاه هجموا عليهم، بتقولي مثل فرقه الكوماندو فاتوا عليهم طق طق يا خيي. طب اعطوهم مهله بعد كل 13 سنه، ما صرنا 13 سنه بنقول لكم لا بس من احصوهم. دايما خلينا نرجع، هلا خلينا تنفذ نرجع يا نحكي مع حسان الدوله مش السوريه، دفاعا، بس هلا خلينا تنفذ، نحكي مع ولكن الدوله من قبل السوريه اتخذ نردهم. القرار، من قبل اتخذ. ما ما تنفذ فيهم يا يعملوا ستي، حالهم مش معلش عارفين، يعني فجأة يه اجوا ما علينا. تنفذ، ما تنفذ. طيب ما روحوا لعندهم تنفذ على القليل. اوكي، بس انقال انه هيدا الوجود غير شرعي ويجب مكافحته والاشارات واضحة، وانقال للسوريين غير الشرعيين يلي عم بيجوا نزوح اقتصادي يروحوا على سوريا بالعيد ويرجعوا يجوا على لبنان ما ترجعوا، عم بيجوا بالطرق غير الشرعية ومن معابر التهريب. كمان في مسؤولية كمان انه الضيف فيكون في ضيف بس ما فيكون هالقد. هلا بالدرجة الأولى مال السيد بعلم الناس الحرام. طيب اوكي ايه هلا رجع بطل دولة. هلا سايب ومنيح اليوم وعيت الدولة عم تطبق القانون، عال طيب مش لازم انا نزعل. طبق القانون، طبق القانون، عامل لك اذا اعطيته مال شهرين مش حتخرب الدنيا. انا عارف شو عم احكيك، وانا علنا من انه اكيد مع هذا اللبناني، اللبناني بلد لبنانيين، اللبناني كل الحق له بالدرجه الاولى، بس فجاه هوب نزلوا بلشوا الشباب بتقول لي انت يا لطيف يعني ذكرونا شوي بعمليه سوق الغرب عن نطفي. خيروه نطفي، مش هيك بتكون الامور. اعطوهم مال وخليهم يفلوا. ما صرنا احنا سنين وعبر منبرك بالتحديد منقول انه خلي الدولة تحكي مع الدولة السورية لحتى الجماعة ينظمون عودتهم. هلا اليوم عم اقرا كنت قريت الاخبار، هلا موضوع بيناتنا طويل حسان، هلا خلينا الدولة نحكي السورية شغلة هل واحدة. قد فاتحة ايديها لاستقبال ما بدأت مواطنيها؟ في مواطن ما كمان تقولي مش بس معلش لبنان بده يقوم يا بخطوة. ايه معلش الدولة السورية ما تبعت قوات الربع العربية على لبنان ياخذوهم؟ شو هالحكي كمان؟ ما اليوم بس طلع مواطن سوري على سوريا والدولة السورية ردته؟ اما شو بدها تيجي تطلعهم لفوق واليوم فيها في عليها تعمل حصار اقتصادي تسهيلات. وما عم يعني اليوم نحن الشيء اللي عملناه منيح انه خدنا موقف موحد مجلس النواب انه يكون في عندنا راي نقدر نفرضه على المجتمع الدولي وعلى العالم وين ما كان، انه نحن في قرار لبناني ما بدنا الناسحين يبقوا عندنا طالما انه بلدنا صار امن. هذا الشغل بلشنا نشتغل هون، يعني بالقليله عملنا بيئه معينه لاتخاذ قرار بهذا، يعني بهذا الخصوص لعودة الناسحين. أما الدولة السورية هي هجرتهم، ليش مين فتح لهم الحدود؟ ما الحكومة ذاتها، رئيس الحكومة نفسه كان حضرته موجود. مئات حدا يقول لا وقت يعني ما هذا كان وقتها وفتحت يا جماعة الخير، مش هيك بصير يا أخي. خلينا نكون مثل تركيا، ما نحن تنقول تركيا عملت لهم مخيمات على الحدود، ما بصير ينفشوا بالمجتمع اللبناني هالقد.
بصير عندنا كثير مشكله بنقعد فينا بالامر لاي نهديه، ما كان حدا يسمع. طيب لا بكون الحل قصصنا ما البحر، بيطلعوا، لا عدمنا ما بيطلعوا. أحد طيب تفضل الخيارات اليوم، البحر، معقول تكون هذه الورقة ضاغطة وتقدر هلا اليوم انا عندي تفعل؟ سؤال، انا بقول لك انا ضد انه نعمل مشكله مع المجتمع الدولي ومع الاتحاد الاوروبي. طيب اذا الاتحاد الاوروبي بعده متمترس في فرض محل وما عم يغير موقفه، وعم نقول له عم نحكي معه يا اخي نحن دوله متوسطيه، نحن بلد فرانكوفون، اللي بدكم اياه ما بيصير، البلد رح يخرب. هون لا مصرين بيبقوا عندكم وزادوا لنا 70 مليون دولار. هي خبريه انتبه، وهيدي انعرفت بعدين ان في مؤتمر بروكسل بيعملوه المنظمات الدوليه صح. الخاصه بدعم سوريا كل سنه، كانوا عم خصصين 180 180 مليون، هلا زادوا شو على عملوا؟ 250. زادوها 70 70. عرفتي شو؟ طب هيك تحل المشكله؟ ونحن واصل عندنا الرقم، وهذا هذه بحسب وزاره الماليه مش من عندي، 60 مليار الخساره، حدود 15 مليار، هذا كمان رقم رسمي انا شفته من وزاره الشؤون صح الاجتماعيه مش من عندي، صح 15 مليار المساعدات. طب هيك بتنحل الامور؟ طب اذا انا ما تركت لي سلاح يا اتحاد اوروبي، ما تركت لي سلاح، بدي اضطر انا اني بدي اضغط عليك. من اردوغان هيك عمل، رئيس التركي رجب طيب اردوغان عم مصلحه بلده، وقالوا يا بتعطوني اللي بدي اياه يا بتفتح البحر. نحن ممنوع، نحن طيب خي ممنوع، عم نحن نحن مش حدا ما يقف. ممنوع، نحن عنا رأيين ومنقسمين ما هلا وعنا الحمد لله صار عندنا رأي ايه، منيح، ما هي منيح عم هلا نقوله هلا عندنا فينا رأي، نتكل انه ممكن نتفق على قرار واحد بعد ما صار عندنا اتفقنا رأي. بمجلس طب النواب. نضغط فيه على الدولة السورية وعلى المجتمع الدولي على الاتحاد الأوروبي على الكل، ونحن ما فينا نستمر هيك. وبنوصل اكيد، وقت بيكون عندنا موقف موحد حتما بيساعد كثير 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 وما شوي، ان شاء الله بس خير. على اللي يعني كان اتخذ القرار ووقفوا تصرفات. انا دائما بفكر انه احنا بكره ما مستقبلا يكون في في علاقه تصرفات جيده مع عدائية، سوريا، في أكيد اعاده اعمار، لبنان لازم يشارك بكره باعاده الاعمار، اكيد في اعاده اعمار، نحن بحاجه كمان لليد العامله الأولوية السوريه. للبنان، يعني اللي تحمل كل هالعبء الأولوية أن مية يكون بالمية. مشارك طب بالأعمار. اليوم اذا بنأسس لعداوه نحن والسوريين في عندنا مشكله، ما نحن وقت كانت مدفعيه عم تشتغل نحن والسوريين كنا عم نقول له نحن بدنا احسن علاقات معكم. انا ابن هالمدرسه، ماني انا ماني ما ما صحيح الكلام التعبوي والاستعراضات، البس جيلي وانزل واقف قدام ما بعرف وين، وعم خي مش هيك فعلا شو الامور، بفعل اذا فعلا اذا شو الامور. اذا ضبط اجوا الحدود، متاخرين ضبط مش غلط الحدود يعني، بس يكون اكيد التعاطي بمسؤوليه لانه طبعا نطلع لبكره مسؤولية. اكيد. شكرا لك واهلا وسهلا فيك زميل عزيز الصحافي حسن الحسن، الى لقاءات مقبله ان شاء الله، اهلا وسهلا فيك.